هذا المهرجان له خصوصية، هذا المهرجان يتحدث عن ظاهرة المجموعات، وأعتقد أن هذا المهرجان جاء مع الحي المحمدي. هذا المهرجان كأنه لباس يلبسه الحي المحمدي، ولكن لباس يواتي ويلائم الحي المحمدي، لأن الحي المحمدي شهد ميلاد ظاهرة المجموعات مع ناس الغيوان ومشاهاب والسهام وتقادة ومسناوة وإلى آخره، ولا زالت الظاهرة تستمر. فالحي المحمدي له الشرعية أنه يحتضن هذا المهرجان أكثر من أحياء أخرى ولا مدن أخرى في المغرب طبيعة الحال. والدليل هو أننا هذه السنة نكرم واحد منا اللي هو أستاذ عمر السيد. ولما نكرم عمر السيد فنحن لا نكرم عمر السيد وحده، ولا نكرم ناس الغيوان وحدها، ولا نكرم الحي المحمدي وحده، بل نكرم أنفسنا أولا، ونكرم عنوان المهرجان اللي هو مهرجان ظاهرة المجموعات، لأن عمر السيد وناس الغيوان هما جزء لا يتجزأ من ظاهرة المجموعات في هذا الوطن العزيز، واللي جاوا من هذا الحي الغالي وهذا الحي العزيز اللي علينا. فإضافة إلى البرمجة اللي هي عادية وطبيعية اللي هي منصة بشار الخير، بالإضافة إلى هذا كاين واحد الفضاء جميل جدا اللي هو منتزه بشار الخير، منتزه فضاء رائع جدا يلاه تفتح كفضاء ترفيهي للشباب ديال المدينة والأطفال والنساء، ولكن لأول مرة هذا الفضاء يكون فيه نشاط ثقافي، وهذه كنعتبر أول خطوة، لأن ستتبعه أنشطة ثقافية أخرى. وهذا الفضاء الذي له أولا معنى لأنه فضاء ترفيهي ومتنفس لساكنة الحي المحمدي كانت محتاجة إليه، هذا الفضاء سيصبح له معنى أكبر لأنه غادي يولي عنده المعنى ديال الثقافة.